هبدأ مع حضراتكم هي مسألة الدعم الصحي، وده شيء مهم جدا جدا جدا. فوزارة الصحة المصرية قدمت كافة أوجه الدعم الطبي للعائدين من دولة السودان والجميع الجنسيات زي ما كنت بقول لكم، وده تم في معبري أرقين وقسطل في يعني صورة يعني بلغت الأهمية الحقيقة، لأنه زي ما بقول لكم الوضع الصحي هناك معقد جدا. فمسألة إن إحنا نكون جاهزين لاستقبال العائدين دي مسألة غاية في الأهمية. إزاي بيتم ده؟ وإيه اللي بيقدم؟ وإيه هي الحالة الصحية الموجودة في هذه المعابر؟ هيكون دلوقتي معنا على التليفون الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وزي ما كنا بنقول هو وضع صحي شديد التعقيد في السودان، وعايز أعرف من حضرتك إزاي بتكون استعدادات الأطقم الطبية في مثل هكذا مواقف صعبة لاستقبال العائدين من دول زي ما احنا دلوقتي بنتكلم عن السودان. مساء الخير استاذ ادير، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. يعني زي ما حضرتك ذكرتي الحقيقه انه منذ بدايه الازمه وكان هناك توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان برفع درجه الاستعداد الصحي للتعامل مع الوضع الصحي الدقيق كما حضرتك ذكرتي، سواء للاشقاء في السودان او للنازحين عبر المنافذ المختلفه للدخول لجمهوريه مصر العربيه، سواء كانت منافذ بريه او بحريه او جويه. وبناء على ذلك كان هناك رفع لدرجه الاستعداد في جميع المنافذ، في المطارات، في المنافذ البحريه، في المنافذ البريه، وخاصه في منفذي ارقين وقسطل اللي في محافظه اسوان، اللي هم من اكثر المنافذ استقبالا للساده النازحين، سواء المصريين اللي جايين من السودان نتيجه للاحداث او للاشقاء السودانيين او للدول رعايا الدول الصديقه والشقيقه اللي بينتقلوا من خلال هذه المعابر الى جمهوريه مصر العربيه. احنا بنتكلم النهارده على زياده عدد الطواقم الطبيه العاملين في المنافذ، بنتكلم على زياده الامداد من الادويه والمستلزمات، بنتكلم على الفحص الطبي الشامل لكل القادمين من خلال عيادات الحجر الصحي، بنتكلم على زياده اعداد العيادات المتنقله من 5 إلى 10 عيادات في المنفذين، بنتكلم على الحقيقه تطعيمات للاطفال، سواء كانت تطعيمات شلل الأطفال أو تطعيمات للحصبة والحصبة الألماني والنكاف، عشان يبقى في تأمين صحي للقادمين وفي نفس الوقت للوضع المحافظة على الوضع الصحي العام في جمهورية مصر العربية. ده مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، سواء المستشفيات اللي في محافظة أسوان، احنا بنتكلم على مستشفيات أبو سمبل، مستشفى الصداقة التخصصي، وكذلك المستشفى الجامعي في أسوان. وتم نقل أكثر من 35 من المرضى بعد توقيع الكشف الطبي عليهم إلى المستشفيات، دخلوا في مستشفى أبو سمبل، مستشفى الصداقة، الحمد لله خرج منهم أعداد خروج تحسن 24 الحمد لله بعد تلقي العلاج، وباقي 11 بيتلقوا الخدمة الصحية في المستشفيات، منهم 2 في العناية المركزة. دكتور حسام، عايز أسألك عن الدعم النفسي، وهل هنا بيبقى فيه أطقم للدعم النفسي؟ لأنه بمتابعتنا للناس اللي جاية دي هم عاشوا حالة من الذعر والفزع كبيرة جدا جدا جدا، هل ده بيكون متوفر ولا دي مرحلة بتكون بعد كده؟ يعني كويس ان حضرتك ذكرتي ده، لان انا يمكن ذكرتيني بان هناك توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بانشاء قاعدة بيانات، وهو ما تم فعليا، قاعدة بيانات مميكنة لجميع القادمين اللي بيتم فحصهم في منافذ الحجر الصحي، عشان يبقى في متابعة على الناحية الصحية البدنية والنفسية زي ما حضرتك ذكرتي، لانه طبعا مثل هذا الموقف هو موقف عصيب جدا ويحتاج الى دعم بدني من الناحيه الصحيه ودعم نفسي ايضا، وده بيتم من خلال قاعده البيانات المميكنه اللي فعلا هي شغاله دلوقتي وموجوده، وبيتم فيها حصر جميع القادمين ممن تم الكشف عليهم عشان يتم متابعتهم من الناحيه البدنيه ومن الناحيه النفسيه. صحيح، لانه هي كانت ايام عيد، فاللي عاشوه ما كانش
اكيد اكيد سهل عليهم نفسيا، وده اللي يمكن كان واضح من خلال كلماتهم مع وصولهم لمصر. عايزه كمان اسال حضرتك عن مساله انه المستشفيات هنا بتشهد حاله طوارئ، يعني اللي في اجازه بتستدعون الاجازه ولا الوضع بيكون عامل ازاي؟ وهنا انا بتكلم تحديدا عن مستشفيات اسوان. يعني زي ما ذكرت حضرتك احنا عندنا حتى هذه اللحظه 3 مستشفيات للاحاله وقابلين للزياده في حال الاحتياج، نتكلم على مستشفى ابو سمبل، مستشفى الصداقه التخصصي، ومستشفى جامعه اسوان. المستشفيات دي بتشهد زياده في اعداد الطواقم الطبيه العامله، زياده في امدادهم بالادويه والمستلزمات، بالاضافه الى المتابعه الدوريه من الطواقم المتنقله والمسؤولين في المستشفيات. احنا بنعمل علاج، بنعمل دعم نفسي، وفي نفس الوقت هناك تدريب مستمر الحقيقه للطواقم على الاكتشاف المبكر للحالات، على التشخيص المبكر، على التشخيص الدقيق، على كيفيه اكتشاف اي عوارض مرضيه من شانها ان تكون معديه. لكن الوضع الصحي العام لاهالينا اللي رجعوا من السودان مطمئن؟ لا، الحمد لله زي يعني الوضع الصحي بشكل كبير مطمئن. يعني احنا بنقول لما يعني في 35 واحد بس اللي احتاجوا يروحوا مستشفيات من جمله العائدين التي اعلنت عنهم وزاره الخارجيه، ده دليل ان الحمد لله انه الوضع عدينا ال 5000 والرقم قابل للزياده. ف 35 طبعا رقم صغير، 35 رقم قليل جدا، بالاضافه انه في 24 منهم خرجوا فعليا. فاحنا بنتكلم على حالتين احتاجوا الى عنايه فائقه من ضمن ال 5000، فده رقم قليل. فالحمد لله يعني، ونامل ان يستمر الوضع على هذا وان صحيح. يكون الاحتياج الى دعم صحي اقل ما يمكن. احنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على كل هذه الجهود. بشكر حضرتك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.